في الوقت الذي تتكثف المساعي الدولية لتهدئة جنوب لبنان، حذر وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري إسرائيل السقوط من المستنقع في غزة إلى البئر اللبنانية حسب تعبيره. وهدد باقري في مقابلة تلفزيونية الأبيب في حال توسعت الحرب مع حزب الله إلى حرب شاملة في لبنان. وأكد باقري أن بلاده ملتزمة باستخدام قوتها لخلق ردع ضد إسرائيل في ظل الظروف غير المستقرة بالمنطقة. הרבה טילים עכשיו נפלו. مقابل التصعيد العسكري الذي يقوده حزب الله في الجبهة الشمالية مع إسرائيل، يأتي دعم الكلام من إيران على لسان وزير خارجيتها بالوكالة علي باقري أثناء زيارته تركيا. باقري الذي شبه غزة بالمستنقع ولبنان بالبئر التي ستبتلع إسرائيل بحسب وصفه، جدد التحذير لتل أبيب في حال قرر الجيش الإسرائيلي توسيع حربه مع حزب الله. لكن التحذير الإيراني اعتبره محللون أمرا علنيا لحزب الله بمزيد من التصعيد الميداني، إذ اعتبر مصدر سياسي لبناني للحدث أن التصريح الإيراني ورغم أنه لم يحمل موقفا جديدا إلا أنه بمثابة عصا في عجلة المساعي الرامية لتجنيب لبنان حربا واسعة مع إسرائيل. ويستحضر المصدر نفسه حرب 2006 التي قضت على مقدرات لبنان ودمرت بنيته التحتية، متسائلا عن دور طهران بإعادة الإعمار حينها، إذ دفعت إيران حزب الله لجر لبنان إلى تلك الحرب وترك تركته يلملم الخسائر وحيدا، مستنجدا بالدول العربية التي أعادت إعمار المناطق اللبنانية بحسب المصدر. واليوم يعيد التاريخ نفسه، ففي حين يطالب اللبنانيون تجنيبهم مزيدا من الويلات في ظل الضائقة الاقتصادية، تستخدم إيران لبنان منطلقا لتصفية حساباتها مع إسرائيل. يختم المصدر. حرب استنزاف وتجاوز للخطوط الحمر والحل حرب مباشرة مع حزب الله، هكذا توقعت أوساط إسرائيلية أن تغير الحكومة سياستها وتتجه لحرب مباشرة مع حزب الله لعدة أسباب. أولها التملص من حرب الاستنزاف مع الحزب الذي وسع دائرة أهدافه، مجبرا إسرائيل تخصيص جزء كبير من قدراتها العسكرية للشمال، بالإضافة إلى خلق ضغوط دولية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة. كما اعتبرت الأوساط الإسرائيلية أن لا شيء يمنع حزب الله من تنفيذ هجوم مماثل للسابع من أكتوبر، وأن الخسائر الكبيرة بالممتلكات والأرواح جراء قصف حزب الله ومعاناة المستوطنين النازحين من المستوطنات الشمالية، بالإضافة لتحول السياسة الغربية تجاه لبنان من الاستيعاب إلى محاولة تبديد خطر حزب الله عسكريا، جميعها قد تدفع لتغيير السياسة الإسرائيلية واندلاع حرب مباشرة في لبنان. من مدينة طرابلس شمال لبنان ينضم إلينا الدكتور مصطفى علوش، النائب السابق في البرلمان اللبناني. دكتور مصطفى، أهلا وسهلا بك معنا في 19. يعني البعض يتساءل كيف تلحق إيران هزيمة بإسرائيل في لبنان بالصبر الاستراتيجي أو سياسة ضبط النفس، ولماذا ليس على أراضيها وفي لبنان؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة الجديد. بالطبع يعني السؤال في محله والإجابة أصبحت واضحة. إيران تعتبر بأن طالما أن هناك مجموعات كبيرة من الميليشيات التي تأتمر بأوامرها وتقاتل من أجلها وتقتل من أجلها وتدمر حتى بلادها من أجلها، فليست مضطرة بالتأكيد أن تواجه بشكل مباشر وأن تتعرض لردات الفعل من قبل أي عدو أمريكي إذا كان هو بالفعل عدو، وبالتأكيد من الإسرائيلي. وقواعد اللعبة أصبحت الآن مدروسة ومعروفة، وعمليا تتكل إيران كما يبدو على الصبر الاستراتيجي الأمريكي لحمايتها. يعني أمريكا لا تريد أن تدخل في حرب مفتوحة مع إيران، لا تريد أن تدخل إسرائيل في حرب مفتوحة مع إيران، لذلك هنا ولكن إيران بحاجة للتأكيد بأنها موجودة من خلال الأزرع التي تستند إليها
وحزب الله هو الذراع الأكثر قوة والأكثر نفوذا والأكثر شهرة. لذلك إيران سوف تستمر طالما أن هناك للأسف سوف عرب. تستمر كيف دكتور مصطفى؟ هل بمزيد من التصعيد المحسوب، مع العلم بأن الجانب الإسرائيلي يهدد بعملية برية تحديدا في جنوب لبنان، وبالتالي إن كانت إيران لا تحسب عواقب هذا التصعيد، يعني لبنان هو الذي من سيدفع؟ نعم بالتأكيد، يعني إيران سوف تستمر لأنها بحاجة لتقول للجميع بأنني موجودة في اليمن، موجودة في لبنان. بالتأكيد هناك وضع الآن صعب في سوريا بعد أن قام الطيران الإسرائيلي بالضربات الجراحية المؤلمة على مدى سنوات. العراق أيضا هناك صعوبة بأن يكون لأن لا تماس مع لبنان، ولكن بالتأكيد مع إسرائيل. بالتأكيد يبقى لبنان قاصر الرغوات، يبقى لبنان المكان الذي هناك فيه من يعتقدون بأنهم يخدمون قضية ما ورائية، وهم حزب الله وولاة الفقيه. إيران سوف تستمر طالما أن هناك من يريد أن يخدمها من دون مقابل ولأجل الأسطورة. التصعيد سيبقى مدروسا على الأقل من قبل حزب الله من دون الوصول إلى حرب مفتوحة، ولكن لا نعرف ماذا تريده إسرائيل، وقد تذهب إلى حرب مفتوحة. قد لا يكون هناك اجتياح بكل بساطة، يعني عملية برية، قد لا تكون هناك عملية برية، ولكن الأسوأ أن تكون هناك عملية جوية متصاعدة يقوم فيها الطيران الإسرائيلي بمختلف أشكاله بقصف جوي لمناطق داخل لبنان. وبالطبع الآن بالأساس لبنان دفع الكثير، هناك أكثر من 100,000 نازح، هناك مليارات الدولارات من الخسائر المباشرة بالدمار. وإن كانت إسرائيل قادرة أن تتحمل على أن تتحمل هذه الخسائر بالدعم الغربي لها وأيضا بالناتج القومي، لبنان بالتأكيد مفلس ووضعه يعني بآخر قائمة الإفلاس الاقتصادي. لذلك الإشكال الكبير هو كيف يقبل هؤلاء الذين يقاتلون باسم إيران أن يتسببوا بدمار بلدهم بهذا الشكل؟ طيب دكتور مصطفى، يعني دائما الحزب يلوح وحتى إيران تقول بأنها قادرة على إيذاء إسرائيل صاروخيا، ولكن هل اليوم الحزب قادر بترسانته، قادر على حماية الجنوب والمناطق من القبضة الإسرائيلية؟ نحن نتحدث عن تصعيد لا أحد يعرف شكله لحد الآن مع الحكومة في إسرائيل ومع التهديدات، وبالتالي قد تكون الجبهة المقبلة هي جبهة لبنان للتخلص نهائيا من ما تسببه، يعني من هي تقول ربما إما اتفاق سياسي أو إما حرب، والاتفاق السياسي غير مطروح بحكم أن حزب الله يربط جبهة لبنان مع جبهة غزة. الواقع أن حزب الله لا علاقة له بغزة ولا يعني، والدليل أن المشاركة التي حصلت على مدى ال7 أشهر الماضية لم تخفف من عدد شهداء غزة ولا من دمار غزة. القضية مرتبطة بوجود إيران على طاولة المفاوضات. إن لم تكن إيران مشاركة بالأذية أو بالقدرة على الأذية، أكان في اليمن أو كان في لبنان، فلن يسأل أحد إيران ماذا تريد من المنطقة. ما تريده إيران أن يتم الاعتراف لها بنفوذها على مستعمراتها، والطريقة الوحيدة هي بأن تكون مشاغلة أو مشاركة. لكن لنعد إلى الواقع، نعم حزب الله قادر على إيذاء إسرائيل، لكن حجم هذه الأذية هو عمليا لا شيء بالمقارنة مع ما يمكن لإسرائيل أن تؤذي به لبنان. لكن حزب الله لا يهتم بذلك، لأنه ينظر إلى لبنان بأنه موقع عسكري تابع للحرس الثوري، فإذا دمر هذا الموقع المهم أن يكون هناك غلبة للجيش الأساسي. بالتأكيد يعني حجم الدمار الذي قد تسببه إسرائيل على لبنان لن يتمكن بالتأكيد حزب الله بكل أنواع القوى الموجودة لديه، إلا يمكن أن يذهب أو يطلق 100,000 صاروخ باتجاه إسرائيل.
وقد يؤدي هذا إلى دمار هائل داخل إسرائيل، ولكن حجم الدمار الذي ستلحقه طيب إسرائيل ما فرص بالمقابل اللبناني. دكتور، يعني لو نتحدث هنا سياسيا، ما فرص المفاوضات والتهدئة؟ إن تحدثنا عن الخماسية أو حتى جهود لودغيون الأخيرة أو هوكشتاين، وربما مع أيضا الحاضنة السياسية في لبنان طبعا الرافضة لهذه الحرب، هل يمكن فعليا أن تفضي إلى أي حل في القريب العاجل مع المعطيات الأخيرة والتطورات التي قد تتصاعد في أي لحظة؟ لا أظن بأن الخماسية التي لم تنجح بانتخاب رئيس جمهورية أو بالمساعدة على انتخاب رئيس جمهورية يمكنها الآن أن تغير الواقع بشيء، طالما أن إيران ليست جزء من هذه الخماسية أو تصبح سداسية. هدف حزب الله هو تأكيد أن يكون هناك دور لإيران في رسم خريطة المنطقة بعد غزة أو بعد أي أو في المستقبل القريب أو المتوسط. لذلك سيستمر حزب الله بالمشاغلة كما يقوم بها حتى يأتي الأمريكي الفرنسي، ولكن الأمريكي الأهم، ويأتي ليقول لإيران ماذا تريدين مقابل عدم الإشغال أو التوقف عما تقوم به. ولا يبدو أن الأمور وصلت في أي لحظة من اللحظات إلى التسوية مع إيران بهذا الخصوص. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من مدينة طرابلس شمال لبنان الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني.